محافظة شمال سيناء شهدت تنفيذ مبادرة إنت الأغلى بتستهدف إسعاد الأطفال في المدارس. هذه المبادرة تضمنت قوافل علمية وثقافية ورياضية وفنية، وشارك في تقديمها مديرية الشباب والرياضة والتعليم العام والأزهري ومجالس المدن. تحت شعار أنت الأغلى انطلقت مبادرة تستهدف إسعاد الطلاب والطالبات بالمدارس في عدد من مناطق محافظة شمال سيناء. المبادرة اشتملت على قوافل علم وتثقيف ورياضة وفن تناسب مستوى الطالب فكرياً ومعرفياً، وشاركت في تقديمها مديرية الشباب والرياضة والتعليم العام والأزهري وكذلك مجالس المدن. تضمنت فعاليات المبادرة مجموعة من الأنشطة التي من شأنها ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى تلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية من خلال ورش عمل تتضمن الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية ومحاكاة لمجلس القبائل وميثاق الطفل ومسرح عرائس متحرك ومسابقات متنوعة وورش عمل للطلاب صباحية ومسائية، إضافة إلى فقرات ومسابقات فنية وتقديم هدايا ووجبات غذائية أيضاً. المدارس التي شهدت فعاليات المبادرة كان في مقدمتها مدرسة أبي صقل الجديدة للتعليم الأساسي في مدينة العريش، وكذلك مدرسة نجع شيبانة بجنوب مركز رفح، ومدرسة الإمام الغزالي الثانوية بنات بمدينة الشيخ زويد، ومدرسة الحسنة الابتدائية في مدينة الحسنة بوسط سيناء، ومدرسة نخل الإعدادية في مدينة نخل بوسط سيناء. تستهدف مبادرة أنت الأغلى تنمية الولاء والانتماء لدى تلاميذ المدارس مع تثقيفهم وتوعيتهم بأهمية القوانين والتشريعات لتحقيق الاستقرار ونشر مفهوم الثقافة الرياضية ونبذ العنف والتعصب وتنمية المهارات الفنية والإبداعية لديهم مع شغل أوقات فراغهم في المجالات الفنية المختلفة.